أخبار الرياضة لليوم، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن السماح للإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل يونايتد بإنفاق أكثر من 200 مليون استرليني لحتى يعززوا صفوف الفريق. الرابطة بيّنت أنه هذا المبلغ مخصص للسنوات الثلاثة المقبلة من دون أي انتهاك لقواعد اللعب النظيف، ولكن هذا المبلغ ممكن يتضاعف في حال ارتفع دخل نيوكاسل يونايتد بشكل كبير. طبعاً بيستهدف السعودي ياسر الرميان رئيس النادي الجديد ضم مهاجم مانشستر يونايتد كافاني، بالإضافة إلى الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد، وكمان البرازيلي فيليب كوتينيو جناح برشلونة، وأيضاً إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان. طبعاً بيحتل نادي نيوكاسل المركز 19، أي المركز القبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري، وهذا الإشي بعد 7 جولات وبرصيده 3 نقاط فقط. بدأت مرحلة جديدة في تاريخ نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد الاستحواذ على ملكيته الكاملة من جانب تحالف بيقدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي التابع للحكومة السعودية. بعد صمت طويل علق الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان على مفاوضات انتقاله للنادي الفرنسي في الميركاتو الصيفي الماضي. ميسي حكى في حوار مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية أنه عاد لبرشلونة لبدء فترة الإعداد والتفكير في التوقيع على العقد واستئناف التدريبات بخطى كبيرة، وبين أنه توقع أنه كل شيء كان صحيح بشأن التجديد وأنه النادي بنتظر توقيعه فقط، لكن لما وصل لبرشلونة تم اختاره من النادي اخباره انه مساله تجديد عقده مستحيله وانه ما بيقدر يستمر مع الفريق. ووضح ميسي انه تلقى عروض اخرى لكن اعترف انه توصل لاتفاق سريع مع باريس سان جيرمان، ورفض ليونيل الكشف عن اسماء الانديه اللي قدمت له عروض غير باريس، وختم: كان نيمار ودي ماريا يسالوني عن موعد الانضمام اليهم في باريس على سبيل المزاح، لذلك كانت مفاجاه عندما اخبرتهم بانني قادم الى باريس. كشفت تقارير رياضية اليوم عن تطورات جديدة بشأن مستقبل النرويجي هالاند مهاجم بروسيا دورتموند اللي عم تتصارع عليه كل أندية أوروبا الكبرى. التقارير هاي بيّنت أنه هالاند طلب من وكيل أعماله ريولا مناقشة العروض المقدمة له لأنه حسم قراره بالرحيل عن دورتموند بنهاية الموسم الحالي. يتضمن عقد هالاند مع دورتموند شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، طبعاً بحق للنرويجي تفعيله في الصيف المقبل. يعتبر نادي باريس سان جيرمان هو المرشح الأكبر في التعاقد مع هالاند، خاصة أنه مستعد لمنح اللاعب راتب كبير مع دفع العمولة الضخمة اللي بيتطلع إلها وكيله. هالاند يعد هدف محتمل بقوة لباريس سان جيرمان بسبب حالة الغموض بشأن موقف الفرنسي كيليان مبابي المرجح رحيله مجاناً بنهاية الموسم الحالي لنادي ريال مدريد. طبعاً بتحاول أندية مثل تشيلسي، ليفربول، ريال مدريد وبرشلونة بالتوقيع مع هالاند اللي بيعتبر من أفضل المهاجمين في الوقت الحالي. دخل مهاجم الجزائر إسلام سليماني التاريخ مع منتخب بلاده بعد تحطيمه لرقم صمد لأكثر من 20 سنة. إسلام سليماني انفرد بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر لكرة القدم بعد تسجيله ثنائية في مرمى النيجر في المباراة اللي انتهت بفوز فريقه 6-1 ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، وتجاوز مهاجم ليون الفرنسي الرقم القياسي المسجل باسم عبد الحفيظ تاسفاوت اللي دافع عن ألوان منتخب محاربو الصحراء بين عامي 1990 و2002، وصار رصيد سليماني حالياً 38 هدف قابلة للزيادة مقابل 36 هدف لعبد الحفيظ. وواصلت الجزائر إنجازاتها التاريخية بعدما وصلت لمباراتها الدولية رقم 30 دون هزيمة لتكون أطول سلسلة عدم هزيمة لمنتخب من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، وبفصل الجزائر عن الرقم القياسي العالمي 7 مباريات فقط لتكون أطول سلسلة لا هزيمة في التاريخ العالمي.